إذا رح نختم حلقتنا اليوم مع علي الهيبي وهو مصمم العبايات اللي منتظرينا من قبل الفاصل. صباح الخير علي. صباح الخير. صباح الخير. صباحكم يا أهلا وسهلا فيكم. إذا اليوم ما راح يكون معنا عبايات، بس احنا نعرف ان العبايات لها أكثر من طابع وأكثر من شكل، من وين راح يكون خطك للعبايات؟ بالنسبة لخطنا للعبايات، احنا في بنينا مجموعة اسمها اس اتش كوليكشن من إلا، حاولنا انه تتميز بلاين يختلف عن اللاينات الثانية بشكل عام بالعالم بالإمارات وبالعالم العربي. بدنا شيء مميز، شيء يكون يعني اتراكتيف لكل الستات، يعني يهمنا انه الست اللي تشوف العباية تلبسها تحس انه لابسة قطعة فنية أكثر من انه مجرد عباية. هذا اللاين اللي نحن حابين انه نشتغل عليه. حلو، إذا معنا أول عباية. يعني هون هاي العباية نحن بنقدر نلبسها على الوشين. طبعا هون شايفين نحن الوش الأسود بالإضافة للمخمل الشيفون المطرز من تحته. فنحن هاي بتقدر نقلبها على الوش الثاني. هلا بنشوف العباية الثانية نفس الشيء، نحن بس قلبها على الوش الثاني، فبتلبس على الوشين. حابة يكون كعباية عادية نورمال، وحابة تقلبها بتصير شيء ثاني كقفطان أو يعني كدريس. اثنين في واحد بحسب طبعا الإكسسوار اللي هي بتلبسه. تقدر تعملي ماتش للاكسسوارز اللي بدك اياه. شوف هون العبايه الثانيه لونها جدا مختلف. بالضبط. نحن طبعا هدول بيلبسوا كمان على الوشين، فالوش الملون لبرا اذا حبينا، والوش الاسود كذلك الامر. حلو، يعني كان هبطانه بس فيها تلبسها على برا فبتصير وجه اخر. بالضبط. بالضبط. هي كانوا يستخدمون البطانه بشكل عام انه خلص انا تحت العبايه. بالضبط. فقط لا غير. هلا لا، انت قادره انك تقلبيها عادي، طلعتي بنفس العباية، مش مانك مضطرة تلبسي فستان تاني تحت منها. لا، بتقدري انك بس تقلبيها تروحي على الحمام. كان شاري عبايتين يعني. اهلا وسهلا فيك. طلع لك عباية كمان حلوة. طيب بالنسبة حق تصميم نفسه، مثل ما قلت لاحظنا انه لوحة فنية كانها، يعني مركز كثير على التفاصيل الفنية، الالوان، النقوشات، ولكن في بساطة في تصميم نفسه. بالضبط. يعني اوفرول بالضبط، نحن عم نحاول قدر الامكان انه شيء بسيط بس راقي بنفس الوقت، بحيث انه يكون مميز. انا مثل ما قلت لك هلا في نحن ناس كثير بتساوي العبايات هون، فحابين يكون شيء مميز عن غيرنا، وهذا الشيء هلا اللي عم نبنيه. نعم. كمجموعه جديده داخل السوق كاس اتش كوليكشن، فافكار يعني حابين افكار جديده غير الموجوده بالسوق. هي اهم شيء بالنسبه لنا. حلو، ايش معنى اس اتش؟ اس اتش هي اختصار لمدام شيكو الخاجة، يلي هي المصمم الهيد ديزاينر بالجروب هاد. وهي في افكارها شيء كثير كثير رائع، وكنا على اساس انه حابين تكون معنا اليوم، بس لسبب من الاسباب ما قدرت انه تشاركنا. وهي الله يخلي لي اياك، ولها الفضل الاول والاخير بمجموعه الاس اتش كوليكشن. حلو، بتتقيد بعض الاحيان بالالوان، كون انه يعني انت بتعطي هذا العامل انه هي ممكن تلبسها على الجهتين، فلازم ما تكون الوان مثلا فلاشي، بالذات انه لاحظت انه القماش اللي فوق اسود شيفون فبتشف شوي. بالضبط، انا مشان ما اخلي انه كساده تكون كومبليت بلين، فحبينا ندخلها تكون شيفون، تكون بسيطه وخفيفه، وبتشوف بتفرج البطانه اللي تحتها، بحيث الزبونه مش حابه او الست حابه انها تلبس الوش الثاني. نعم. بتقدر بنفس الوقت انه عبايه فيها شيء حركه غريبه، فيها شيء ستايل، مش انه جست بلين عبايه. فهي النقطه نحن بنعتمد عليها بالالوان. بدي انا في بعض الالوان مثل هون بنشوف هي شوي فلاشي. نعم. فمستخدمين بس اللون كثير، تشوف الوش الثاني كثير. ايش اللي مولع فيها؟ هي الماشي نحن عاملين برينتد. برينتد ماتيريال كثير كثير حلو. طبعا هذا كمان نحن كلنا بنصممه بطريقتنا وبديزايناتنا. طيب معنا تصميم، يعني ها ماخذ من ريحه البشت شوي، يعني شوي بالضبط الشغل من قدام هو عاملينه بطريقه الشغل، بس البشت بس الستايل الشغل المغربي. الشغل المغربي. المغربي بحب الستايل المغربي كثير راقي وكثير حلو. فكثير كثير كلاس انه ينزل على العبايات. كثير وكثير دارج. طيب الاطراف تبعتها ما بقول مخاطره، ولكن فيها ابداع. الاطراف الايد صايره بطريقه انه كل شيء بارز فيها. هذه بلا دقه في بدها دقه بالشغل. هي اهم شيء انه الفينيشين يكون بيرفكت. يعني اي حركه غلط ممكن تطير لك تنتين ثلاث. حلو، القطعه اللي داخله معانا علي بين الفستان والجلابيه اكثر من عبايه. بالضبط. بالضبط، في صبايا هون حابين دائما انه يكون
العباية مش النورمال ستايل العباية، في شيء لازم غير. فهون احنا سوينا انه العباية فستان اكثر من انه كعباية، بس اخذي روحها من العباية فقط لا غير. عشان كده تعمدت تعملها اسود عشان تاخذ من روح العباية. بالضبط، احنا نسويها كفستان بشكل عام، بس نص فستان نص عباية. يعني ممكن تكون ملونة في حال طلب الزبون مثلا. طبعا اكيد تقدر تسويها كيف ما بدها. طيب هذه نقطة بعد يعني كنت حابة اسألك عنها، بالنسبة للأشياء الملونة، مش اللي أسود وفيه شيء ملون، لا اللي كامل لون غير الأسود، في إقبال عليه ولا؟ هلا سنتين اللي مضوا صارت إقبال كثير رهيب على الفلفت، على المخمل. صاروا كثير بيطلبوها، يعني صارت على الست هون صارت جريئة شوي أكثر من أول. صارت تقدر تلبس الفلفت عباية ملونة. كيف مش كأنه مش طلعوا عن اطار انه العبايه سوداء، لازم يمكن لموسم معين عشان شوي ثقيل تقريبا. بالضبط، يعني حق الشتاء يمكن اكثر، ولكن تعطي فخامه عاده دائما، يعني الباش المخمل بيعطي فخامه دائما للقطعه. كثير 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 ثقيل، وفي منهم بيجي نص العبايه تلاقي هلا الدارج عندنا كمان نص العبايه ملون ونص الاسود، بتلاقي تحسيها انه كثير. اوكي، هلا هون هاي فيها فتحات بعد، هاي فيها فتحات ليزر كت ولا ليزر باش كذا؟ لا ليزر كت نحن نسويه. اوكي، كثير هلا ممكن تسالك الليزر كت قديم شوي، بس لا بالعكس دارج مؤخرا كثير 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 كلاس وكثير حلو بيجي على العبايه. صحيح، وكثير بيرغبوا له هلا دارج كثير عند الستات، دارج سواء كان بالعبايات او حتى باللبس اليومي، وبالذات انه في نقوش متعدده، يعني في ظل الجو نحتاج فتحه تهويه. هذه فيه فتحات تهويه كثير من وين ما بدي. طيب هذه الفكرة أيضا أنه اللون اللي بارز وسط الأسود والقصة كمان فقط لا غير، وطبعا مع القصة شوي بكون غريبة ما يلوش. بالضبط، واللون احنا مهتمينهم باللون أكثر بحيث أنه يكون بارز، خلص فقط هالخطين كافيين أنه نفرجه وين ما راحت تتميز الحين يعني من بعيد تنشاف. بالضبط، من الفلاش يعني. فهي النقطة اللي كتير كتير اعتمدنا عليها كمان. إذا هذه التشكيلة الجديدة علي الهيبي، يعطيك ألف عافية، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لك يوم سعيد أكيد. شكرا شكرا لك، شكرا لكم أيضا، شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، يومكم سعيد، وإلى اللقاء غدا في آخر حلقة في الأسبوع من الأسبوع. بالضبط، نختم مع جمال.